فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قل امرأة طلقت ولها ثلاثة أبناء، واحد منهم في السابع واثنان في الثالث من العمر، فمن عليه نفقة الأولاد؟ يا إخوة، هناك فرق بين الحضانة والنفقة. النفقة على الأب، النفقة على الأب. وأما الحضانة فإذا كان الأطفال دون السبع سنين فالحضانة للأم والنفقة واجبة على الأب. فإذا بلغ الأطفال السبع سنين واختلف الزوجان في الحضانة فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأطفال يخيرون مطلقا عند السابعة، يعني سواء كان الطفل ذكرا أو أنثى، هذا الراجح. فمن اختاروه كانوا معه، إلا إذا تزوجت الأم فإن الحضانة تنتقل إلى أمها، إلى جدتهم من جهة الأم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.